ليلة قرآنية من ليالي رمضانيات المجلس العلمي المحلي والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بتطوان في نسختها الأولى، بحضور واز لمجموعة من المقرئين المعروفين بالجهة الذين قاموا بتلاوة آيات من الذكر الحكيم بأصوات شجية أدخلت السكينة على قلوب الحاضرين. ينظم المجلس العلمي المحلي بتطوان والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية في هذه الأيام المباركة وفي هذا اليوم المبارك ليلة قرآنية رمضانية احتفاء بالقرآن وأهله، والقصد من تنظيم هذه الليلة الرمضانية المباركة هو تتويج وتكريم مجموعة من الفائزات والفائزين في المسابقات القرآنية والحديثية التي نظمها المجلس العلمي المحلي بتطوان بتنسيق مع المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية. صراحة تفاجأت بهذا الحضور الغفير من الجمهور، وأمسية كانت في غاية الروعة بهذه القراءات والأمداح والجوائز التي من ضمنها جائزة العمرة لشيخ مسنين لمحفظ لكتاب الله عز وجل الذي قضى جل حياته في تحفيظ القرآن الكريم. فهنيئا للمنظمين وهنيئا للصاهرين على هذا الحفل الكبير البهيج. وبهذه المناسبة تم تكريم مجموعة من الشيوخ المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في تلاوة القرآن وتعليمه. وقد شهد الحفل أيضا تتويج الحاصلين على المراتب الأولى في مسابقات حفظ القرآن من فئات عمرية مختلفة. قدم لهم الشكر الجزيل على هذه الالتفاتة الطيبة في حق الجمعية ديالنا اللي كنشتغلوا معهم على طول السنة، وخصوصا في الفترة ديال رمضان في المساجد بحيث كننظموا حملات ديال التبرع بالدم، وبقدر ما هو تشريف لي على الأعمال اللي كنقوموا بها بذات الطابع الاجتماعي بقدر ما هو تكليف يحثني على المزيد من الجهد والمثابرة لتوفير هذه المادة الحيوية للمرضى اللي هم محتاجينها، وذلك لإيماننا الراسخ بأن العمل عبادة ومصداقا لقوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. وكنجدد الشكر ديالي للمنظمين ديال هذا الحفل. فزت على الرتبة الأولى في مسابقة الحفظ 15 حزبا. شكر الجزيل على الساهرين على هذه المسابقة وعلى هذه الليلة التي أدخلت البهجة والسرور في قلوبنا وقلوب الجمهور والحاضرين. التفات قيمة من المجلس العلمي المحلي والمندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بتطوان تحمل كل معاني النبل والاعتراف بالجميل لكل من يساهم في نشر قيم الدين الإسلامي، وكذلك تشجيع الأطفال والشباب على حفظ كتاب الله. وهي مسابقة كثيرة، نذكر منها أولا مسابقة في حفظ القرآن الكريم وتجويده لفائدة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية والتعليمي العتيق، ثم مسابقة ثانية لفائدة المستفيدات من مراكز تحفيظ القرآن الكريم التابعة للمجلس العلمي وعددها 28 مركزا، ثم المسابقات القرآنية التي نظمها السادة الأئمة المرشدون في الجماعات القروية والمقاطعات الحضرية، وشارك فيها أزيد من 1000 مترشح ومترشحة. ثم سنتوج إن شاء الله في هذه الليلة المباركة وسنكرم مجموعة من القيمين الدينيين الذين قدموا خدمات جليلة للشأن الديني، كما سنكرم مجموعة من المحسنين الذين يبذلون جهودا جبارة في العمل الاجتماعي والإحساني والإنساني، كذلك سنكرم أصغر حافظة للقرآن الكريم وهي من مدينة تطوان التلميذة جويرية الشارف وعمرها 9 سنوات، وسبق أن كرمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وسلم لها معالي وزير الأوقاف الجائزة يوم الجمعة الماضي. القصد كما قلت من تنظيم هو الاعتراف بالجميل هؤلاء، وعملا بحديث رسول الله
صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. نجدد شكرنا للمنبر الإعلامي المتميز بريس تطوان، ونشكره على هذه التغطية الإعلامية المتميزة، فبارك الله في هذا المنبر وفي فريقه الإعلامي الرائد، وشكرا لكم. كن دائما على اطلاع بآخر الأخبار والتطورات عبر جريدة بريس تطوان.